الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحبابي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا موضوع صغير كده يعني، بس ايه قبل ما ندخل في الموضوع، حبايب قلبي اعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد، وفعلوا الجرس. النهاردة معانا موضوع صغير خالص كده، مش هياخد مننا وقت بإذن الله، وهو ما هو سبب بكاء الأطفال عند ولادتهم، ولماذا لماذا يعني ليه بيبكي؟ الأول في سببين، سبب علمي وسبب ديني. أولا السبب الديني، فهو عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، أنا هقرأ لكم الحديث عشان ما غلطش فيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة يبعث الله إليها ملكا يصورها. الملك يعني الملاك اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته بيصورها، يصور النطفة دي ويخلق فيها سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. ثم قال: ايه ربي؟ الملك بيسأل ربنا بيقول له: ايه ربي؟ اذكر اذكر ام انثى؟ فيقضي ربك ما يشاء، فيكتب الملك فيقول: ايه ربي؟ يا ربي اجله، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده ولا يزيد على ما أمر به ولا ينقص. يعني ربنا سبحانه وتعالى أول ما النطفة بتتحط في بطن الأم، ربنا بيوكل بها ملك. الملك ده بيشق بي طبعا بيشق العينين ويشق الفم والأنف والأذنين ويخلق فيها الجلد بأمر الله سبحانه وتعالى، وبعد كده العظام، بعد كده الجلد، بعد كده القلب والرئة والحاجات اللي هي فينا بقى الإنسان يعني. ويقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فربنا بيقول له ذكر أو أنثى، بيكتب في الصحيفة، يرجع يقول له رزقه، يقول له رزقه، وربنا يقول له رزقه، يكتب في الصحيفة، يرجع يقول له يوم موته ويوم زواجه، كل حاجة عن الإنسان ربنا بيقولها للملاك ده، والملاك ده بيكتب في الصحيفة. طيب إيه اللي بيخلي بقى، إيه اللي بيخلي بقى الإنسان أول ما يتولد كده يعيط؟ هو السبب اللي هو الأولاني، إنه يقال إن الشيطان أعوذ بالله منه بيجي يقوم إيه نغزه كده في خصره، فيقوم هو الطفل يبكي 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 يبكي. وعن الرسول عليه الصلاة والسلام برضو قال، وحديث عن الرسول وعن سيدنا محمد يقول: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان. رواية أخرى يعني برضو: كل بني آدم يمسه الشيطان عند مولده إلا مريم وابنها عليهم السلام. طبعا الشيطان ما مسهمش، حتى الشيطان لما جه لسيدنا عيسى. وكمان في مقولة قالت ان الاطفال اول ما بيتولدوا بيجي الشيطان بصبعه ويقوم نخسهم في جنبه في خصرهم، فيقوم الطفل من كتر من قسم يعني من كتر الوجع والألم يفضل يصرخ يصرخ من شدته ساعة ما بيتولد على طول. راح عمل الموقف ده مع سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى طبعا نخزه، فالنخزة ما جاتش في سيدنا عيسى، جت في الحجاب اللي هو ملفوف بيه في الحجاب بتاعه. فربنا سبحانه وتعالى لما هي قالت كان دعاء سيدتنا مريم ان ربنا يحفظها من الشيطان هي وذريتها، فطبعا هو ربنا حفظ سيدنا عيسى وحفظها من الشيطان عند مولده. السبب العلمي بقى بيقول ان الطفل، بيقال يعني ان الطفل اول ما بيتولد والدكتور بيضربه على خلفه من ورا لتفريغ سائل الامينوس اللي هو كان طبعا الطفل محاط بيه في بطن الام، وطبعا اكيد شرب منه، فالدكتور بيضربه على خلفيته علشان يفرغ الماء ده عشان ما يتعبوش. ويقال ان برضو الطفل ده، الاسباب العلميه بقى، ان هو الطفل بيبكي علشان يوسع الرئتين ويستنشق الهواء بتاع الدنيا، لان هو كان في بطن الام تم الهواء غير الهواء. ويقال كمان ان
ان هو الطفل كان عايش في بطن الام محاط بالدفء، محاط بالعايم كده في بطن امه على سائل الامونوس ده، وكان محاط بيه، وكان اكله وشربه وحاجته وتنفسه وكل حاجه بتجيله تلقائي. لكن لما اتولد احنا يعني هو خلاص بقى بيتنفس لوحده، بيستنشق لوحده، وهو يقول كمان ان اول هواء بيخش الرئتين عنده بيعيط بسبب الهواء ده. وكمان دي من الاقاويل التانية ان الطفل هو كان محاط بضغط دم معين في بطن الام حواليه، ولما اتولد خرج من الدفء الى البروده اتغير ضغط الدم برضه حواليه، ولذلك الطفل بكى بكاء شديد. بكاءه الشديد ده بيفتح الرئتين بتاعه ليستنشق الهواء اللي في الدنيا. دي كلها الاقاويل اللي اتقالت لبكاء الطفل، سواء كان السبب الديني او السبب العلمي. يا رب اكون وصلت لكم المعلومه، وربنا يرزقكم كلكم ويرزق اللي مشتاق يا رب من الخلفه الصالحه، واللي عنده اطفال ربنا يبارك له فيهم، وحافظوا على اولادكم وربهم تربيه دينيه صالحه عشان ينشئوا مجتمع صالح، مجتمع ديني كويس. طبعا الكل يفتخر بيه، وانتوا كمان تفتخروا قدام ربنا سبحانه وتعالى ان انتوا ربيتوا تربيه صالحه. وربنا يحفظ لكم اولادكم جميعا يا رب، واحفادكم واخواتكم واولاد اخواتكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.